احنا عملنا الباندا كده اول ما دخلنا. دوشه كده دوشه كده. لا يعني ايه الباندا؟ يعني ايه الباندا؟ يعني ايوه، لان احنا دايما بنقول كلام ومصطلحات غريبه، ودايما بنقول لما نقفش نفسنا بنقول مصطلح كده احنا مستغربينه، ونقول ايه يا جماعه في الكنترول سجلوه عشان نعرف يعني ايه الكلمه دي. فهم الحقيقه بداوا ايه يستجيبوا لمطلبنا. الباندا كلمه لاتينيه الاصل. يعني ايه لاتينيه الاصل؟ يعني من الاصل اللغه اللاتيني اللي طلع منها الايطالي والاسباني والفرنساوي ومجموعه اللغات اللاتينيه. الباندا يعني بالتلياني لاباندا. لاباندا بتكتب كده لا ال اي وباندا، يعني الفرقه الموسيقيه. فالفرقه الموسيقيه هو تلياني مش فرنساوي. بصي، ما هو اللاتيني هو اصل اللغات دي. ايوه. الفرنساوي ايه؟ لا هو اقرب للتلياني، لان الفرقه الموسيقيه في الفرنسيه اسمها اوركسترا. اوكي. والفرقه لو مش هنحط موسيقيه في الفرنساوي اسمها لو جروب. الجروب لو جروب. لكن هي لو جيتي بتستخدم، طبعا بيستخدموا ساعات كلمه باند، بس هي مكتوبه بالانجليزي بالتلياني زي المصري بالظبط لاباندا. هي كده في الفرنساوي ما فيش ايه في الاخر، بتتقال باند، لكن هي جايه اصلا من التلياني. لاباندا يعني الفرقه الموسيقيه. يعني لما بدخلين عاملين دوشه كده يقول لك مالك عامل ايه الاباندا. يعني احنا كنا عاملين فرقه موسيقيه. الاباندا الاباندا دي مش بس يعني كلمه واصلها لاتيني، لكن حقيقه هي ساعات بتبقى اسلوب حياه. يعني بعض الناس يعتمدوا على طريقه الاباندا في إدارة الحوار أو في الهروب من حوار. يعني وبرضو بحس إنه الحكاية دي شوية ليها علاقة بالرجالة، مش عارفة ليه، إن إحنا بنعمل الباندا. يعني لما يتزنقوا يقوم إيه، يحاول الموضوع، يعمل الباندا، يعمل دوشة، يغير الليلة، يقلب الترابيزة. ده هي أصلا كلمة مؤنثة، يعني هي أصلها أنتوا فرقة لاباندا. أيوه طبعا، أيوه الفريق كله. لا أنتوا اللي بتعملوا الباندا.